إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. كل صبر ليه رجاء، وإيه رجاء المسيح المجاهد في صبره؟ بيصبر على الاحتمال، وبيصبر على المشقات، وبيصبر على الألم، وبيصبر على دفع الثمن. إيه المقابل؟ في رجاء. إيه هو الرجاء؟ سنملك أيضا معه، في كرامة. عندما سيملك المسيح سيعطي للمؤمنين الذين تبعوه والذين حملوا الصليب أن يجلسوا معه على العروش، وأن يمارسوا معه ذات الكرامة التي ستكون له. لكن في مشجع ثالث، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لن يقدر أن ينكر نفسه. وكأنه عايز يقول ربما أمانتنا بتهتز، ربما أحيانا كتير بنشعر إننا مش قادرين اللي وعدنا بيه المسيح ننفذه. بيقول لنا هنا ما تتشغلوش، والرب بيكلمك وبيقولك إن كنت مهتز اعتمد لا على أمانتك بل على أمانة الرب، اعتمد على صدق مواعيده، اعتمد على إنه طالما خرج من فمه فهو لن يغير ما خرج من فمه. إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لن يقدر أن ينكر نفسه. أنا بشجعك تتمسك بهذا الوعد الثلاثي الجميل، إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لن يقدر أن ينكر نفسه. ربنا يساعدك، ربنا يباركك عشان تختبر وتعيش هذه الكلمات الرائعة، وتختبر قوة المسيح وهي تعمل في حياتك. الرب معك. أيها المدعو للعرس العظيم، يوجد لك مكان، إن رب العرس لا شك كريم، فتعال ليه المكان، فتعال لا تؤجل، كل من الخيرات عجل، حتى ثوب العرس من أجلك يعمل، فتعال ليه المكان.